شاب يريد أن يتزوج ويحصن نفسه، لكنه يجد الأبواب موصدة في وجهه، مسدودة. أنا أقول يا أخي الكريم، راجع ذنوبك أولا، ثم صل بالليل وأكثر من الاستغفار والتوبة، أكثر من الاستغفار. فقد كان رسول الله يستغفر في المجلس الواحد 100 مرة. ها، وراجع ذنوبك وقم الليل ولو ب6 ركعات. ها، واسأل الله ثم يأتي الفرج إن شاء الله لا بد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي وليؤمن بي لعلهم يرجعون. قال أخ، كم عدد الرواتب؟ عدد الرواتب كما ذكر ابن عمر 10، وكما ذكرت أم سلمة يعني تزيد على 10، يعني ركعتا الفجر وكذلك ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. هذا ما ذكره ابن عمر رضي الله عنه. وأما ما ذكرت أم سلمة فهي 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. هذا هو، يعني جائز أن تعمل هذا أو هذا.